مساحات. ايه المساحات؟ ايه حظوظ. هاي فايف. برنامج عادي جدا زي اي برنامج. مين بيدلعك دلع رخم ما بتحبوش؟ حد من صحابي بيقولي بسنتينوس. هتحس اسم أكلة. هاخد واحدة بسنتينوس. لو كنتي تقدري تختاري شكلك هتختاريه هو هو ده ولا ممكن تغيري في حاجة؟ بص هقولك. لا هقولك، أنا أصلا كنت أتخن من كده 20 كيلو فتعبت قوي عمل ما خسيت. كان ممكن أختار اللي أنا أطلع رفيعة من الأول بقى وما تخنش. الناس اللي ما بتتخنش دي بحسدها بطريقة. احسدي بقى أكتر اللي هما بياكلوا كتير قوي. أنا ليا أصحاب كده قاعدة جنبهم الواحد عامل دايت وهم عمالين ياكلوا وكده حظوظ. أغرب حاجة كلموكي بيعوها لك؟ كان في واحد بجد قاعد يزن أنهم مساحات، مصر المساحات، عمالين يقول حضرتك مش هتلاقيها زيها تاني في مكان، حضرتك أنا مش عايزة، مش هتعرفي تنظفي البيت كويس، انا ما بنظفش يا عم، انا مش بعرف انظف. قاعد يزن حد عملت له بلوك 10 years later قاعده في الكوشه مع لسه وكده. بس انا اللي كنت بكلمك يعني. بس تخيل لو كنت فاكهه تحبي تكوني ايه؟ مانجا بحبها قوي. لازم بقى عشان تاكليها تبقي لوحدك يعني عشان تعرفي تاخدي راحتك. تفاح ناس كلها بتحبه ولا ما بحبوش؟ ولا انا بحبه بجد. طب انا اول مره عشان حد ما بحبش تفاح. شايف انه ده كان هيبقى خيار وبعدين اقول له تعالى انت فاكهه. انا ما بحبش تفاح بس بحب التفاح الاخضر الميزز اللي هو تاكله وتعمل ده وقف في النص. لا طالكم مترا فاهمه ولا راح لتفاح احمر. انت بتعمل ايه يا معلم؟ تخيلي نفسك لبانه واحده بتاكلها بسرعه جدا. انا قرفت من كتر ما هي بتاكلني بسرعه. انا اصلا بتعصب من اللبان بالذات الناس بتاكلها بسرعه او بصوت. ايه الالعاب بتاعتكم اصعب من التمثيل؟